يعيشوا في حالة غضب كبير على السياسيين بأقل من 6 أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية. واليوم الشعب التونسي زاد قاعد يعيش في حالة يأس وإحباط. السؤال هو علاش؟ علاش؟ وقت بعد ما مشى الانتخابات في 2019 مشى بفرحة ومشى بقوة ويعمل اللي طلبوا منه السياسيين. لكن اليوم مرة أخرى نعيش في منعرج صعيب ياسر، والمنعرج هذا منه دستوري وسياسي بامتياز وأيضا اقتصادي واجتماعي، وزيد على الشيء هذا منعرج دبلوماسي كبير يمثل خطر على الدولة التونسية. نحن شو نقوله مدة 10 سنوات، والمرة هذه نحب نقولها بقوة، قبلناكم الكل السياسيين وعبرنا على طموحات المواطنين التوانسة، ومرة أخرى انتوما ما كنتوش في المستوى معناها المستوى اللي الشعب التونسي انتظاراته وحلمه، وما كنتوش في المستوى المسؤولية السياسية اللي طلبها منكم المواطن التونسي. يقول قايل الشقاعة، ونقولكم المواطنين التوانسة اليوم مازالوا متقسمين. قد ما نحبوا احنا نحاولوا باش نجمعوا المواطنين التوانسة والرأي العام التونسي ونهتموا بالشأن العام، رجعنا مرة أخرى في تقسيم معناها المجتمع التونسي. شنية الحالة هذه اللي قاعدين عايشين فيها؟ علاش؟ أنا نقولكم ثم أسباب كثيرة. راهو اليوم إذا ما عناش حلول، ولا على الأقل نجاوبوا الاغتيالات السياسية بتاع الحاج الإبراهيمي وشكري بالعيد يرحبهم، ما زلنا ما عناش باش نبقاو ديما متشقين. إذا ما عناش اليوم جواب على الشباب التونسي اللي خرجناه للي باش يمشي معناها الدول الأخرى باش يمشي فهمت، ولا يدخل في يولي يدخل في الإرهاب، ما زلنا ما عناش، ما زلنا نبقاو متشقين. إذا اليوم ما عناش شكون قاعد يصرف في الأموال الشعب التونسي أكثر من 500 مليار في 10 سنين باش نبقاو ديما متشقين. اليوم إذا ما ناش قاعدين نحاسبوا في السياسيين اللي تعداوا على عديد من الحكومات على المال العام وفساد المال العام خاصة، باش نبقاو ديما متشقين. إذا اليوم ما جلنا ما جاوبناش المواطن التونسي متاع مليون عاطل عن العمل ومليون متقاعد ما هوش ياخو في أجرة محترمة، وقاعدين معناها مازلنا ما جاوبناش على كل الاطفال اللي توفاو شو تتذكروهم في السبيطارات التونسيه. واليوم اذا ما جاوبناش على 100,000 شاب تونسي اللي قاعد يخرج من المدرسه الوطنيه، واليوم يزلنا ما قدمناش الحلول وما جاوبناش على المراه اللي تخدم في الدومين بتاع الفلاحه، تتذكروا معناها اللي يخدموا ما غير تغطيه اجتماعيه ويخدموا باقل اجره معناها باقل 160 دينار وال 180 دينار في الشهر. واليوم اذا ما جاوبناش ماذا نفعل في السياسة الخارجية وقت اللي احنا قاعدين ندخلوا في دول معناها جيراننا كما ليبيا في شؤونهم الخاصة والداخلية، واحنا معناها دولة سلمية وما تدخلش في الامور بتاع الدول الاخرى سورتو الدول الشقيقة ومعناها واخواننا في ليبيا، اش مدخلنا؟ كي احنا ناخذوا اليوم وقت اللي السياسيين متاعنا يوميا معناه يقدسوا ويعيشوا عند في ديار السفراء وديار الجمعيات الأجنبية، وقت اليوم زلنا ما حاسبناش وما نجموش نجاوبوا على أشكون يمول في 20,000 جمعية اللي ما عملت حتى شيء بالنسبة للمجتمع التونسي، واللي والأحزاب وتمويل هذه الأحزاب المليارديرات اللي تصرفت على 10 سنين هذه، شكون ما جاوبش على السؤالات هذه؟ هذا علاش المواطن التونسي اليوم يعيش في حالة غضب وقت يشوف أموره اليومية ماشية وتتدهور، وقت يشوف مديونية بتاع 120 مليار، وقت يشوف اللي الطاقة معناها لا كاباسيتي هذه دو بايمون ما عادش الطاقة الشرائية متاعه ما عادش واصلة باش ينجم يعيش عائلته، وقت الحلم باش يملك دار ما عادش عنده معناها بوسيبل في مستقبله، وقت اللي ما عادش ينجم يقري ولاده، فهمتني؟ وقت اللي قاعد يعيش في حالة بأس وحالة ومأيس معناها من مستقبله. احنا جيناكم السياسيين، خليني نذكركم بكل صراحة، وقدمنا حلول وحلول وحلول، وفي اجتماعات طويلة وفي كلام على ديجيتال
وزاد في مقالات وزاد في التلفز وفي الإعلام التونسي، لكن ما حبيتوش تسمعوا. قبلنا معاك سيد راشد الغنوشي أنت ثلاثة مرات على الأقل، أنا شخصيا قبلتك وقدمنا لك حلول ونصحناك بكيفاش النهضة كحزب أول في الجمهورية، وهو الحزب الحاكم من 2011 إلى اليوم. ربما إذا ثم ناس في بالكم اللي ما هيش النهضة راكم غلطين، النهضة هي الحزب الأول وحزب الحاكم إلى اليوم في تونس، ما فماش معارضة صحيحة في البلاد هذه. ثم قدمنا زادة حلول الرؤساء كما الباشي قائد السبسي وكما منصف المرزوقي وكما محمد الناصر وقت يشد رئيس برلمان، وكما بن جعفر وقت يشد رئيس برلمان، وكما الحبيب الصيد، وكما حمادي جبالي، وكما يوسف شاهد، وكما الياس الفخفاخ، وكما مهدي جمعة. أنا شخصيا شفتكم ومدينا أيدينا وقدمنا لكم الحلول، وقدمنا حلول معناها دقيقة وأهداف معناها ما دقيقة اللي تنجم تحل مشاكل الشعب التونسي. لكن أنتم قررتوا لا تحبوا تسمعوا، ولا تحبوا تسمعوا النصيحة، ولا تحبوا معناها انه نوصلوا لكم ما هي كيفاش انتظارات المواطنين التوانسة. لا تسروا اليوم، تسروا على السمعة، ما تستحبوش تسمعوا المواطن التونسي. اليوم المواطن التونسي اخواني البرلمانيين بجميعكم، انتم نفس المنظومة هذه متاع 2011 اليوم قاعدين تقسموا في البلاد، والسياسيين هذوما قاعدين يقسموا في الشعب التونسي. ثم ناس ما ربحتش في الانتخابات في 2019 تحب ترجعنا للمربع بتاع بن علي ولا مربع بورقيبة. انا نقول لكم مرة اخرى، انا ما عنديش راهو منفع، عنديش فرق ايديولوجي بين حتى واحد، ما عنديش مشكلة ذاتية مع حتى شخص ولا مع حتى حزب. اما نقول لكم راهو الرجوع الى الماضي غلطة كبيرة، والثورة هذه اللي ما حققتش ما نجمتش تحقق أهداف المواطنين التوانسة اللي معناها ربكوا الله يرحمهم على جثوث الناس اللي ماتت في الثورة، وعلى جثوث الجيش التونسي والحرس والأمنيين اللي حاربوا من أجل حماية هذه البلاد، وعلى فقر العائلات التونسية، واللي يحبوا يستعملوا هذه السياسة متاع السودوانيزاسيون، قلت معناها خليوها فقروها وعجزوها وخوفوها باش العباد تقعد في ديارها وما عادش نجم تتكلم على حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. السياسات هذه راي ما عادش توصل راي قبل الدكتاتوريات الدستورية ولا حتى الدكتاتوريات الموجودة في تاريخ الإنسان كانت تعيش 30-40-50 سنة، لكن اليوم ما عادش تفوت 10 سنين. أنا نقول لكم بطريقة الحكم هذه بتاع المنظومة هذه ما عادش المواطن التونسي نجم يواصل معاكم. أنا أنصحكم تقعدين تسمعوا في غضب كبير من المواطن التونسي، راهو الشارع التونسي هو اللي عبر على سيادة المواطن التونسي. لكن أريد أن أنصح تبعدوا على الفوضى، وبعدوا على تشقيق الناس التوانسة وحدهم، ما تبعدوهمش على بعضهم. رأوا الشعب التونسي عنده نفس المشاكل، هو الشأن العام المواطن التونسي، هي القدرة الشرائية، هي البطالة، هي التهميش العائلات والأسرة التونسية اللي تكلمنا عليه، هي المديونية، هي السياسات الخارجية الفاشلة، هي التبعية إلى دول مستعمرة. هذه هي مشاكل الشأن التونسي، وفما ناس اليوم قاعدة تدخل تحب تشقق. أي أخويا نقوله مثلا اللي المواطن التونسي اليوم يحب يبدل النظام السياسي، من حق كل مواطن تونسي اللي يتظاهر سلميا، ومن حق مواطن تونسي اللي يحب يبدل النظام السياسي، لكن بطريقة قانونية تحترم قواعد اللعبة السياسية. 2019 أنت يا أخي وأختي المواطنة مشيتوا للانتخابات وانتم رجعتونا نفس المنظومة، وكنت أتذكر وأنا قلت لكم الكلام هذا وحذرتكم، لكن ما يسالش، مش معناها رجعتوا نفس المنظومة يلزمنا نواصلوا بنفس طريقة العمل. لا، ما ناش باش نواصلوا بنفس طريقة العمل. إذا أقول لكم إذا عندكم أهداف قانونية تفضلوا قولوها بطريقة سلمية وطريقة قانونية، من حق المواطن يخرج يقول يحب يبدل النظام السياسي. باهي داكور، تحب تبدل النظام السياسي، انا نقول لكم تقدموا باستفتاء، وانتم البرلمانيين مناش خايفين، كان عندكم الثقه في انفسكم والمواطن يحب يرجعكم تو يرجعكم،
على خاطر السيادة ترجع للمواطن، مش ليك انت والعباد بتخبي وراء الدستور والعباد في مناصب وكراسي. البرلمانات نقولها برشا مرات تتحل، والحكومات تتحل وتتعاود، والرؤساء تتبدل، والنظام السياسي يتبدل. إذا الشعب يقرر، وهذيك هي الكلمة الصحيحة، هي كلمة المواطن. أنا أنصحكم تبعدوا على الفوضى وتنظموا رواحكم. وقداه من مرة نقولكم توحدوا، راكم اليوم متشتين، كانت وانسة في الخارج متشتين، كانت وانسة في الداخل متشتين، كان مجتمع مدني تميعتوا وانتهى ما عادش عندكم حتى قيمة، كان منظمات وطنية تسيستوا ما عادش عندكم بوفوار، ما عادش عندكم حتى حاجة. الوقت تبقى اليوم السيادة ترجع إلى المواطن، وهي هذه هي دولة المواطن. هذا الشيء اللي قاعدين نحكيه عليه عنا السنوات وقدمناه نعاود مرة أخرى للسياسيين الكل، لكن انتو مش عملتوا، سكرتوا علينا الإعلام، عملتوا فوسي بينكم بين المواطن. المواطن يحس ما فما حتى علاقة بينه وبين ممثله، لا في الحكومة لا في البرلمان لا في حتى مؤسسة أخرى في الدولة التونسية. علاش تعملوا في الشيء هذا؟ علاش تجري وراء الحكم وانتم ما همش قادرين ولستوا فاعلين؟ على خاطر الى اليوم لا ارى برامج، ولا حبيتوا تسمعوا برامج، ولا حبيتوا تخدموا بمنهجية جديدة اللي هي علمية وذكية، اللي تقروا فيها اهداف معينة وتعملوا عقد معنوي مع المواطن التونسي. لا، نبقاو نجريوا مع المناصب، نبقاو نجريوا على السيارات الضخمة، نبقاو نجريوا على السلار، نبقاو نجريوا على التعيينات المتحزبة، نبقاو نجريوا معناها ايجا حط صاحبي وحط صديقتي وحط ولد عمي وحط معناها ذاك في حزبي. لليوم ما فهمتوش راهي تونس هذه ما تخرج من الأزمات هذه إلا بمنهجية جديدة مبنية على حكومة مضيقة بكفاءات معناها كبيرة، مبنية على منهجية عمل على أهداف معينة مش على إيديولوجيات فارغة، لا يسار ولا يمين ولا إسلام سياسي ولا قومية. هذه كل دزان بيضة كلام فارغ لا تهم حتى إنسان. اليوم هي القضية الوحيدة هي قضية الشأن العام واحترام المواطن التونسي وسيادة الدولة التونسية. هذا هو المهم اليوم، لكن هذا ما هوش داخل مخكم، وعلى هذا تحبوا تدخلونا في حيط. أنا نقول لكم ما يزمناش ندخلوا في حيط. نعاود مرة أخرى، من حق المواطن أن اليوم بطريقة قانونية وسلمية يطالب باش يحب تعمل استفتاء. ايه مش بيكم سياسيين مناش خايفين، خلي الشعب يعمل استفتاء، خلي يقدم بتاتا برنامج سياسي اخر اللي هو يحس اللي ينجم يتعايش معاه. الجمهورية الثانية عملت حاجات باهية، كما حقيقة فما حاجات سيئة جدا وما جابتش نتائج، معناها جايبت نتائج سلبية جدا للبلاد هذه. هذا الواقع الكل نعرفوه، نعرف انما الاعمال بالنيات، لكن النتائج اهم، الفعل اهم. الشعب يحب يشوف الريزولتا، يحب حياته ترجع، يرجع يتحكم في حياته وحرياته. هذا الشيء غير موجود، وعلى هذا المواطن متغشش اليوم. اذا الناس تحب تعمل، نسمع يحبوا يعملوا اعتصام الرحيل اكستغا، يا ولدي ثبتوا في الناس اللي تحب تعملوا، ثبتوا في جذورهم السياسية، ردوا بالكم. انا راني مع العباد كلها تعبر على ارائها، وانا متوحد مع المواطن التونسي، ما عندي حتى واحد اخر. انا مع المواطن التونسي. كان غدوة تقولوا نعملوا استفتاء انا معاكم، غدوة تقولوا نحبوا نبدلوا النظام السياسي انا معاكم. انا اما يلزمنا المرة هذه كي نختاروا بطريقة ذكية، مش ترجعونا كما الانتخابات 2019 الى المربع الاول متاع الترويكا، والمربع الثاني متاع معناها فيرسيون اخرى متاع الارسي دي، وتحبوا توا معناها تدخلونا في فوضى جديدة. ردوا بالكم، ننصحكم انت المواطن توحدوا مع بعضكم. يلزمكم تهتموا بالشأن العام. راهو اللي باش يدخلوا يشقوكم، يحبوا يفرقوكم، لكن نعرفكم انتوما ستكونوا صامدين للشيء هذا. احترموا الدستور التونسي، ومرحبا بكم نبدلوا الدستور التونسي ونعملوا استفتاء ونزيد نعاود. ولو السياسيين اذا عندكم الثقة في انفسكم، المواطن يرجعكم، مش تتعينوا بالاحزاب واللي مبنيه اللي الى اليوم وقت تتكلموا على الفساد. اخواني المسؤولين لليوم ما تحاسبوش الجمعيات،
تاع العشرين ألف اللي تعاملت، ما كومش محاسبين السياسيين اللي معناها دخلوا فقراء ولاو معناها برجوازية كبيرة ومال معناها كبير ياسر عند السياسيين. هذا هو محاكمة معناها مكافحة الفساد، يبدأ غادي هذيك البلاصة الأولى لازم تذكروها يا ناس اللي تحبوا تتلهوا بالشأن العام وتحبوا تنظفوا البلاد هذه من اللي بارازيت الموجودين في المجتمع التونسي والسورتو معناها المناخ السياسي. أنا نقول لكم اليوم تونس لا بد تهز راسها الفوق، ولا بد تقعدوا متوحدين، ولا بد تطالبوا بحقوقكم بطريقة سلمية وقانونية. وأنا معاكم نعاودها، إذا تحبوا تعملوا استفتاء أعملوا استفتاء، لكن يلزم مبني على أهداف جديدة، ويلزم شخصيات وطنية تحب البلاد حقيقة، ويلزم نبنيه أحزاب صحيحة، ويلزم قانون انتخابي جديد اللي نجموا نتعايشوا به، ويلزم زادة نخلقوا كما نخلقوا ناس في الحكم نخلقوا زادة معارضة صحيحة. راهي الديمقراطية مبنية على الحكم والمعارضة، الاثنين لازم يكونوا قويين. ويا مواطن يا أخي اسمعني، ما عادش بيع صوتك، احترم نفسك، امشي بقناعات. ونقول لكم حاجة، إذا يقولوا لكم راه على خاطر الشعب فقير ولا تعب ولا ميأس، ردوا بالكم راي ذيك النظام اللي حب يقعد في الحكم هو قاعد يحطم لك في المورال متاعك. لا، راي أفقر شعوب هي عملت عز ثورات وبدلت الدول متاعها. ردوا بالكم تسمعوا الكلام هذاك. ألور لا تخشى ولا تخاف، والدستور معاك وحريات الفردية معاك والناس اللي كيفي أنا معاكم. وردوا بالكم، أنا نحب نقول إذا ثم ناس تقول ثم دول هي قاعدة معناها باش زعزع التوانسة، التونسي يحمي تونس والقوات المسلحة تحمي تونس وشرافة تحمي تونس، ولادها كيفي أنا وانتوما نحمي تونس، وإحنا عنا علاقاتنا راهم مع الدول العظمى، والدول العظمى هذية هذوما يحبوا تونس وبش يقفوا مع تونس. وانا أكد لكم المرة الأخرى وحذركم واحد واحد، قلت لكم ردوا بالكم تدخلوا في اللعبة السياسية الغالطة هذية. تونس إلى التونسيين، وربي عزكم وبرى ربي يهديكم.